دير الزور 29/11/2012 حي الجبيلة نشاهد الدمار في إحدى حارات هذا الحي. حسبنا الله وهو نعم الوكيل، حسبنا الله وهو نعم الوكيل. نشاهد الدمار في هذا المنزل نتيجة القصف الهمجي والعشوائي على هذا الحي. إنا لله وإنا إليه راجعون. نشاهد الدمار في كل مكان. حسبنا الله وهو نعم الوكيل، حسبنا الله وهو نعم الوكيل. نشاهد الدمار 29/11/2012 حي الجبيره.